كرة القدم، كرة السلة، المصارعة، الملاكمة، التنس، كرة القدم الأمريكية. من الصعب أن تجد رياضة لم تنجح في إلهام صناع السينما لإنتاج فيلم يدور عنها، أو على الأقل يضعها في خلفية أحداثه. في قائمتنا اليوم نستعرض أهم 10 أفلام تدور في أجواء رياضية، وسنحرص في المناقشة ألا نحرق أي من تفاصيل الأفلام المختارة. The Karate Kid. فيلم المركز العاشر اكتسب أهمية كبيرة بين أوساط المشاهدين الشباب في الثمانينات، وبقى خالد حتى هذه اللحظة، سواء لأنه جسد حلم يراود جميع المراهقين بالقدرة على الانتقام من مضايقات المتنمرين، أو لأنه أدخل حركة قتالية نتنظر بمحاكاتها حتى اليوم. الفيلم الذي أصبح أحد الثوابت في أنماط الأفلام الرياضية تمت محاولة لإعادته عام 2010، ولكنها لم تلقى حتى نصف نجاح النسخة الأصلية. سندريلا مان. His boxing career was surging. للملاكمة نصيب كبير في قائمتنا، وفيلم المركز التاسع هو سندريلا مان، الذي يحكي القصة الحقيقية للملاكم الذي ظل مغمورا لفترة طويلة حتى دفعته الظروف الاقتصادية في الثلاثينات للتفوق والمنافسة على ألقاب البطولة. سندريلا مان هو قصة كلاسيكية لتفوق البطل الغير مرشح، وتميز كثيرا بالأداء التمثيلي لأبطاله راسل كرو وريني زيلويجر وبول جياماتي، الذي نال ترشيح للأوسكار عن دوره. رش. قد لا تكون سباقات السيارات من الرياضات المتكررة في الأفلام، ولكن فيلم رش نجح في الدخول لهذا العالم الساخن المليء بالإثارة والمخاطر والتنافس. وموضوع الفيلم كان الصراع الكبير بين العظيمين جيمس هانت ونيكي لاودا، اللذان ألهبا سباقات الفورمولا 1 في السبعينات بتناحرهما الشديد داخل وخارج مضمار السباق. إلا أن من أهم نقاط تميز الفيلم هو إبراز أن علاقتهما لم تخلو من الاحترام المتبادل، بجانب مشاهد السباق الفريدة بطبيعة الحال. Warrior. نبقى في عالم التنافس ونعود لعالم الرياضات العنيفة من خلال مسابقة لفنون القتال المتنوعة تجمع أخ مغمور بعيداً عن إطار المنافسة والترشيحات ضد أخيه الأكبر الغائب لسنوات طويلة، والعائد بحمل ثقيل من الغل والكراهية والحسرة. الفيلم ينتمي لنوعية تفوق البطل الغير مرشح، ولكن العلاقة الأسرية المعقدة بين الأخوين وأبيهم السكير جعل الفيلم أبعاد درامية متميزة وراقية. Invictus. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Today President Mandela takes office in Pretoria. نتحرك الآن للرياضات الجماعية ونعود لقصة حقيقية وعلى غير العادة غير أمريكية. قصة الفريق الذي وحد أمه برؤية مستقبلية وحكمة الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا. فيلم المخرج الكبير كلينت إيستوود قدم معالجة ممتعة لقصة فريق الرجبي الجنوب إفريقي وكيف نجح في تحقيق معجزة بالفوز بكأس العالم عام 1995 وسط انقسام الشعب بعد انتهاء سياسة التمييز العنصري وخلال الولاية الأولى لأول رئيس أسود للبلاد نيلسون مانديلا. The Dam United. Was Don Revy. Best manager in the country, Don Revy. Prepares a file on every game. Leaves nothing to chance. السينما الإنجليزية وضعت كرة القدم في مقدمة أولوياتها الرياضية، وأنتجت لنا عدد لا بأس به من القصص التي تدور داخل وحول عالم الساحرة المستديرة، وكان في مقدمتها The Dam United. الفيلم الذي يحكي القصة الحقيقية لأحد أكثر قصص كرة القدم الأوروبية إبهاراً، وهي قصة كارثة الأربعة وأربعين يوم الذي تولى فيها المدرب الإنجليزي برايان كلوف مسؤولية قيادة فريق ليدز يونايتد. الفيلم يأخذ من صداقة كلوف بمساعده بيتر تايلر مركز رئيسي للأحداث، ويمهد للإنجازات الكبرى التي نجح الثنائي في تحقيقها. Moneyball. That's a dollar, man. What? Welcome to Oakland. في الظهور الأول لرياضة البيسبول في قائمتنا نتابع قصة صعود حقيقية ومفاجئة لفريق ضعيف وغير مرشح نجح في تغيير معطيات اللعبة للأبد بالاعتماد على الواقع العلمي والإحصائي لإمكانيات اللاعبين.
الفيلم من بطولة براد بيت وجونا هيل، والثنائي قدم أداء ممتاز ومتناغم، نال عنه ترشيح لجائزة الأوسكار عن أفضل دور رئيسي وأفضل دور مساعد على الترتيب. Raging Bull. The Bronx Bull, the Raging Bull. Let's hear for the great Jake LaMotta, ladies and gentlemen. I'm the best. I can take him more than anybody. في التجربة الوحيدة للمخرج الكبير مارتن سكورسيزي مع الأفلام الرياضية، قدم لنا قصة الصعود والهبوط الحقيقية للملاكم جيك لاموتا وصراعاته ضد غضبه وغيرته وشكوكه التي أدت في النهاية لتدميره. سكورسيزي في هذه التجربة استعان بفريقه التمثيل المفضل المتكون من جو بيتشي وروبرت دينيرو، الذي حاز عن دوره على جائزته الوحيدة للأوسكار عن أفضل دور رئيسي. جيري ماكواير. قصة فيلم مركزنا الثاني لا تدور في ميادين الرياضة في المقام الأول، ولكن تدور في مكاتب الوكلاء الرياضيين، وبالتحديد عن حياة جيري ماكواير الذي يفقد كل شيء في لحظة إعلان موقفه من جشع الوكلاء، ويخوض رحلة صعبة للعودة وإنقاذ مستقبله من الضياع. فيلم رياضي كوميدي عاطفي، لأنه يركز أيضا على علاقة جيري بمساعدته دورثي بوي والتحولات التي يمر بها حتى يتأكد من رغبته في الارتباط بها. قبل أن نعلن عن الفيلم صاحب المركز الأول، نقدم لكم قائمة شرفية قصيرة لبعض الأعمال الرياضية المتميزة الأخرى: Fever Pitch، Million Dollar Babe، Wimbledon، Coach Carter، The Wrestler، Rocky. You know, I've been coming in for 6 years, and 6 years you've been sticking it to me. I want to know how come. You want to know? I want to know! Okay, I'm going to tell you. Because you had the talent to become a good fighter. الفيلم الظاهرة والسيناريو الإعجازي لسيلفستر ستالون الذي يدور في عالم الملاكمة، ويحكي قصة الملاكم المغمور منعدم الطموح روكي الذي تأتيه فرصة باللعب ضد البطل أبولو كريد كبديل في آخر لحظة، ولكنه يقلب المباراة الاستعراضية لمعركة حامية يستعد لها جيدا، ويظهر فيها إصرار شديد على إثبات نفسه وتحدي حدوده الشخصية. فيلم روكي يظل مصدر إلهام للأفلام الرياضية بشكل عام وأفلام الملاكمة بشكل خاص، وخير دليل على ذلك هو خروج 5 أجزاء تالية للفيلم، بالإضافة لظهور جديد لشخصية روكي في فيلم جديد تحت عنوان كريد سيعرض لاحقاً هذا العام. نرجو أن تكون القائمة قد نالت إعجابكم، ونتمنى أن تشاركونا بفيلمكم الرياضي المفضل في التعليقات.